يحتوي هذا الكتاب على أقسام خمسة ندرسها بإذن الله. المسائل الأربع والمسائل الثلاثة. ولماذا ندرس التوحيد؟ وشرح الأصول الثلاثة وخاتمة هذا الكتاب. أعيد مرة أخرى، المسائل الأربع، المسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد؟ شرح أسئلة القبر والخاتمة. من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة؟ من؟ نعم. الأول المسائل الأربع، المسائل الثلاثة. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد سادي؟ شرح أسئلة القبر، شرح أسئلة القبر جابي قبري شرحه بإبسو والخاتمة. تمام. من يعيد لي الأسئلة الخمسة اللي قلناها الآن؟ نعم. السؤال الأول، المسائل الأربعة، لا الأسئلة الخمسة التي قبل الدراسة، ذكرنا أسئلة خمسة قلنا قبل الدراسة. ما هي الأسئلة الخمسة قبل الدراسة؟ يقسمه على خمسة أقسام. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الأول. لماذا أنت لا تخرج عن الموضوع؟ خليك معي بس. تمام. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني، لماذا ندرس هذا المتن المبارك المصحف؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر. السؤال الرابع، ما الفائدة من الدراسة؟ الخامس، محتوى هذا الكتاب. نعم. من يعيد لي هذه الأسئلة الخمسة؟ نعم. أولا، وإنما اخترنا لأنه حق الله. أصبر 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 أصبر. لا أنت خليك معي، لا ترجم لك كلام. السؤال الأول يقول لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. لأنه حق الله عليه. ترجم يا رجل، لا أحد يتكلم. لماذا ما عرفت توحيد قرانا؟ قال لأنه حق الله على العبيد. حق ربي قبروت كبير راكبو خلاف. لا يقبل الله أي عبادة إلا بالتوحيد. ربي نبارات كل دبر راكب. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة لم يسلم دير موحد يا مالي. قد أسأل، هل أنت موحد؟ لا بد أعرف التوحيد. نعم نتوكلين يا أبا تمام. أنت موحد يا جامع. تمام. هذا السؤال الأول. ما هو السؤال الثاني؟ قابل لما فاو خلين شنا سنرى خلين تبقى دمير ردي بيانا تما. نعم. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ لأن العلماء نصحوا به. نعم. العلماء والنسيان وقلني كلام أصول الثلاثة كلمني. السؤال الثالث ما هو؟ قابي سنفاو خلي سنجاوة دميما لي قابي تمان وطانسا. لا أحد يتكلم بدون رفع الإصبع. قل لهم لا أحد يتكلم بدون رفع الإصبع. لا من تقول لنا كعور فوتاني كل خادة ما يدي بدي بسر الدنيا كتب بني أركب أسر والخوف. نعم. لا السؤال الثالث ما هو؟ قابي سنفاو مالي ني دي بسر. السؤال الثالث ما هو؟
نعم. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما الأصول الثلاثة قبالنا لجافك أما جافك سكابتو تجير أسئلة القبر. نعم هي أسئلة القبر. جافي قبري تيزيني. السؤال الرابع جافي نفرفا. ما هو السؤال الرابع؟ ما لقى فينا برفع مير كما سوالي لسجابة إثري على ماذا يحتاج هذا؟ السؤال الرابع ما الفائدة؟ الفائدة الإجابة عن أسئلة القبر. فقى فينا برفع بؤان نتبسول برنف مالي دي بسا نساء جوابك أبري دنجو. السؤال الخامس ما هو؟ قى فينا برفع لسجابة مالي الخاتم. ماذا يحتوي هذا المتن؟ على ماذا؟ على كم قسم؟ ولا يحتوي على أقسام خمسة؟ ولنسن قابت لي قابل شنان فانا كتابنا كم بكم يكتبوا رمونا عندها كم قابل نسن قابت لي لازم شنان فانا. ما هي الأقسام الخمسة؟ هيا قابل يعتبوا شنان سمي ما الفانا اتبارا أسئلة الأربعة المسائل الأربعة. نعم مسائل الأربعة طيب المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة غير أسئلة القبر. مسائل سليم يسيسون قابي قبري تنتهي يا أخي كذا. الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ وندرس كيف ساقم ونسى لفا ما عرف تويدا قرانا كيف ساقم. الرابع إني أفرفا ما عرف كيف ساقم وصول. لا أحد يتكلم قل عيب يتكلم عيب لا ما لي أنا بقبلني أنا قبل نعم. شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. شرحي أصول الثلاثة أوكي قابي قبلي سواني ثم الخاتمة. تمام إيه قلنا خاتمة كيسة قبل أنا تمر أتقل لا أحد يكتب قل لهم لا أحد نحن نريد نحفظ لا نريد نكتب بعد الدرس إن شاء الله تجتمعوا فيها بينكم وتكتبوا. إذن هذه مقدمة قبل الدراسة فيها أسئلة خمسة. نعم. الآن نبدأ بالدراسة هذا المتن. بدراسة هذا المتن. أما لا أصول الثلاثة أريد متن يخلق على وقت سيرنا. يا ولد ارفع رجلك قل له يتربع لا يمد رجلك. خذ. سيد البلاوي. ممنوع أحد يمد رجليه في درس العلم. قل له سيد باس عندنا يا دولا. لا أحد يتكلم لا أحد يتكلم الشيخ. اتركوه. قرب قرب خليه يقدم خليه يتقدم. تقدم 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 أنا. تقدم. نعم. طيب. إذا نبدأ بالقسم الأول. اسمي دراتي وقولا دراتي ناجر كمنو. المسائل الأربع. مسائل الأربع. المسائل الأربع. قابلين أفران. سورة العصر. سورة العصر. علم. لابد أن نتعلم. برمود برات الرابيس المبجير. إذا تعلمنا لابد أن نعمل. خذ من الدفتر هات هذا الكتاب هات اسحب الكتاب اسحب الكتاب ضعه نعم لابد أولا أن نتعلم إذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمناه وبعد هذا لابد أن ندعو. ولابد أن نصبر. أفرفن صبر الرعب سيجر. نصبر أولاً على العلم. أمسك جل قبل العلم رتب السماء أجري. ثم نصبر على العمل. إجنا أولي اتوجد رتب السماء قبل. ثم نصبر على الدعوة. إجنا دعوة الليل والسماء. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. خلبي الدنيا رتجاب دلنا آخرة أبوه لموت أبريك يا ستربي جوابك أبريك أبو جدي سيسار.
من يعيد لي هذه المسائل الأربعة؟ من يعيد لي هذه المسائل الأربعة؟ نعم. أولا لابد أن نتعلم. أولي براتو رامي سنو بجرو. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل.